اولا سولتيني على الجلسه الاخيره. طيب الجلسه الاخيره يعني عندما كانت المرافعات ديال المعامين، الكل لاحظ على ان النيابه العامه خرست ولم تطلب الكلمه ورفضت ان تتحدث. لماذا؟ لان محامي هاجر فندوا ومرغوا ادله الاتهام وبنيه الاتهام وادله الاعتقال التي اعتنت عليها، مرغوا بها قانونيا وعلميا عندما جاءت محاميه الطبيب بخبرة مضادة يعني من جهات محترمة يعني ولها المصداقية، وأكدت أن لم يكن هناك أي حمل، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك إجهاض ما دام أن العلم يؤكد أن ليس هناك أي حمل. ناهيك على أن الخروقات القانونية والحقوقية بالمئات التي يعني تعرض لها محامو هاجر ومن معه، والكل كان ينتظر أو العديدون كانوا ينتظرون أن يكون حكم براءة، لكن طبعا لما أن الحكم كان جاهزا في جهة أخرى فالإدانة كانت هي التي نطق بها القاضي. أقول لكم لأن حتى الذين كانوا متفائلين في الجلسة الأخيرة ليلة نطق الحكم تشاءموا عندما رأوا صحافة شير التي تحركها السلطة تهاجم هاجر، فعرفوا أن ذلك حكم سابق لحكم القاضي. هذا هو يعني ما يفضح طبعا هذه المؤامرة التي تعرضت لها هذه الصحافية، وهي تنضاف إلى مجموع المؤامرات التي يعرفها يعني الصحفي المستقل في هذا الوطن ويعرفها كل الممانعين في هذا الوطن. الوقفة هي صرخة ضد يعني هذا الاعتقال التعسفي، ضد هذه المحاكمة السورية التي تحركها يعني ما هو سياسي وليس ما هو جنائي.